السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا بخير. توجور ميكانيكيه هوندا شي زاكي. خوتنا اليوم عندنا تيكسون 2018. تيكسون هذا ماشي بزاف، ماشي 85، ان شاء الله يكون بينكم مليح. ماشي 85 هذا خوتنا. البروبليم تاعو اللي حكيت لكم اللي خطره اللي فاتت تاع لاشبي، هذا بروبليم تاع لاشبي ادريس. هذا البروبليم تاع لاشبي خطره اللي فاتت خوتنا درت لكم عليه فيديو. هاكي زاد جاتنا فرصه حبينا نزيدو نديرو معكم فيديو بفيديو خوتنا. عمي ثقه هذا واش كان يدير لك عمي؟ ايه هذا واش كان يدير؟ كان يكوبي لك تيراج ويطفى يطفى لك في الطريق. الترمينيت ما تجوش 6 روا، ما تجوش 300 ولا لامينيت. ايوا هذه جيس باش نفيدو خوتنا، باش الناس اللي عندهم بروبليم هذا ما يشقاش يروح يبدل حوايج بزاف. هذا خوتنا بروبليم تاع لاشبي. لاشبي احنا خوتنا باش نزيدو نوضحو لكم، احنا ما نبدلوش لاشبي على كل حال، نعاودو له ريباريو ان شاء الله، اسوليسيون عادنا ان شاء الله باش نريقلو خوتنا. واش يخرج لك في السكانر دوك نوري خوتنا واش يخرج لكم في السكانر. هذا خوتنا يخرج لكم الميساج، هذا ها الميساج اللي يخرج لكم. بريسيون مينيموم ها فيتاس موتور ترو فاب 1186. كيما فهمتكم خوتنا الخطره اللي فاتت قلت لكم باللي فيه مشكل تاع لاشبي، حنا خوتنا ما نبدلوش لاشبي باسكو لاشبي غالي بزاف، يدير 12 ولا 13 مليون ولا بياس كيما راكم على بالكم راهي ناقصه. حنا رانا ريباري وهو يصدق ما شاء الله، الناس اللي ريباريناه لهم كامل راهم ما شاء الله تما عندنا لا سوليسيون، خدمناها ديجا من قبل كيما قلت لكم خاوتنا. بلاشكم ما خدمناش في لاميزون ما نقدروش نرفدو ليكسبيريونس هذه، حنا باش نقصوا على خاوتنا لي فري نريقلوكم ان شاء الله بمصروف قليل. وباه ما تصرفش انت بزاف، كاين اللي راهو يبدل المانو تاع الروم، كاين اللي يروح يبدل لاشبيك، المهم كل واحد وكيفاش. حنا خاوتنا لا سوليسيون عندنا ان شاء الله نريقلوكم، حنا ماذا بينا نفيدو خاوتنا برك. هذا واش كاين الغايه تاعنا ان نفيدو خاوتنا باش كي يطيح اون بان على بالو وين يروح، باش ما يشقاش يروح يخسر دراهمو كامل. هكذا خاوتنا العزاز هذه جيس برك خاوتنا، حبيت نفهمكم. هذا تيكسون راهو كيما قلت لكم ماشي 85، هاو باش نزيد نعاود لكم ماشي 85. هذا خونا جانا من المديه كي نريقلوه ان شاء الله خاوتنا. ترمينيت قلت لكم ما يفوش الطروه وتلقى ساعه ساعه يطفى. هكذا خاوتنا العزاز كي نريقلوه ان شاء الله ونزيدو نعدو معكم فيديو ان شاء الله ونخرجو ونسييوه ونزيدو نفيد يفيدكم مول السياره ان شاء الله. هكذا خوتنا العزاز بارك الله فيكم والسلام عليكم.